انتشار ظاهرة محاكم التفتيش والمحاكمات العشوائية للمتهمين بالإلحاد والهرطقة، واتخاذها ذريعة لمحاكمة كل خارج على التعاليم الدينية، أرادت الكنيسة الرومانية تنظيم تلك المحاكم، فأسست أول محكمة تفتيش رسمية بإشراف من البابا بولس الثالث. كان كل مشكوك في أمره يقدم إلى المحاكمات السرية في مداولاتها والعلنية في إصدار أحكامها، وإذا رفض المتهم الاعتراف بالتهم الموجهة إليه كان يسمح بممارسة شتى صنوف التعذيب، وتتراوح العقوبات بين مصادرة البضائع وصولا إلى حرق المذنب حيا. وكان كل خروج مهما كان نوعه على تعاليم الكنيسة وتوجيهات البابا يعد نوعا من الذنب يستحق العقاب. ولم تقتصر المحاكمات على الجانب الديني، بل تعدته إلى الفلسفة والعلوم ومورس القمع العلمي والثقافي. أرادت الكنيسة تقنين المحاكمات والعقوبات، فصدر أمر من قبل البابا بولس الثالث بإنشاء أول محكمة تفتيش تشرف عليها الكنيسة مباشرة، ويعين لها قضاة مختصون ورجال دين يشرفون على المحاكمات التي بدأت بصورة مكثفة مع إنشاء أول محكمة للتفتيش في مثل هذا اليوم 21 يوليو عام 1542. وقد تم اللجوء إلى التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، واتبع المحققون وسائل رهيبة وفريدة من نوعها لم تقتصر على التعذيب والإعدام، بل كانت أملاك المذنب تصادر، أما الفلاسفة والعلماء فتصادر كتبهم، كما سعت الكنيسة الرومانية إلى اجتثاث التيار الأثري والحفاظ على امتيازاتها. وظلت محاكم التفتيش قائمة في كثير من الدول الأوروبية، وسقطت على يد نابليون عندما اجتاح أسبانيا في عام 1808 وألغى محاكم التفتيش التي عقدت آخر جلسة في تاريخها عام 1834. وبعد مئات السنين على صدور أحكام بالإعدام واتهامات بالكفر، جاءت الكنيسة لتدين بعض من ارتكب في تلك الفترة السوداء، وترفع التهم عن بعض من تمت محاكمتهم وإعدامهم على يد جلادي محاكم التفتيش.